الولادة الكلمة صار جسدا. فبيقول في محمد جميل جدا
التعبير. الكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله، الكلمة حرف بيننا، ورأينا مجده كما يحيي الآن من دون أن يعد الحق. يعني الكلمة بهما الأقلوب الثاني رأيناها. فعشان كده يقول في رسائل محمد الذي سمعنا به والذي رأيته عيونا الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا، كل ده مين؟ مع المسيح المتجسد، كل ده عشنا معه حاجة بيننا. لا توحدون الله بين الشعب وسط الشعب. الزمان كان حاضر من خلال تعبود العهد وطبعا قصتي المن ولوحي الشريعة كان حد، لكن في الميلاد حل الله بنفسه. عشان كده بتشوف تسبيحة الملائكة بنشوف جند السماء بيقولوا ايه؟ المجد لله على الأرض السماء في الناس النساء. جند السماء بيقول برضه حتى بهذه الفن بيقول الملائكة شهادة للمسيح فوق في الدعوة، لكن هنا شهادته في ايه؟ في الأسود والسجان جلدا. فالملائكة عملوا ايه؟ بلشوا يسبح رب الألام. كل دي يشوف الألهة الملائكة. برضه تجي للبصارة والعفافين والعفة والتواضع. الميلاد أي ظهر الملائكة للرعاة، رعاة المتمدين، ناس غلابة. فالميلاد هو ميلاد الناس البسطاء، ناس العبادة، التعبانين، البوجوعين، المتألمين. هو ده دور الرعاة، أشرف الدور على الرعاة. رعاة ناس بسيطة، تاكل العيش اللي تتعب تاكل العيش، لكن ميلاد الرب يسوع المسيح إداها فرح. لما راحوا يبحثوا عن المغارة وجدوا المغارة وسجدوا المغارة، رجعوا فرحانين، رجعوا بيتهم يخبروا المسيح المنتصر. فميلاد المسيح هو من اجل المغارة. ميلاد المسيح احب ايضا هو ظهور الحياة، ظهرت الحياة. كانت فين الحياة؟ كانت عند الآب. فكان في الميلاد ظهرت الحياة لكي تكون لنا شريكة مع القديسين والرسل. بيقول في الميلاد من التبني اصبحنا ابناء لمين؟ لله. والابناء هم ابناء النور وليسوا ابناء الفرد. ابناء ليسوا ابناء هذا العالم، ابناء الله الحقيقي. بشوف في الميلاد من التبني احنا البنوه عشان البنوه. الابوه هي الاب، البنوه المسيح، الروح القدس الميثاق. كاني قربنا وخلينا نلتصق في المسيح ابن الله، اصبح ابناء الله. ففي الميلاد برضه غير نظام الكون، ليه بقى؟ لان كل نظام الكون يخضع للمسيح الكلمه. بتشوف في بيت لحم افرادا، في بيخل يقول بيت لحم افرادا، مين اللي يخرج منه؟ الذي مخرجه منذ قليل على المسيح، منذ الازل. فبتشوفوا في ربنا في ميلاده غير حتى المكان اللي ولد في بيت لحم كان متواضع حقيره بسيطه، يعني مكان مش معروف، لان الله حوله الى ان يشرق شمس البر في المكان نفسه، والسماء تماثل وبيت لحم تماثل السماء فوق. ليه؟ لان سمعوا اصداق واصوات الرعاه والملائكه وهم يسبحون الرب يسوع المسيح. فحدث الميلاد برضه اخيرا حاب اقول انه لا يمكن ان نفهمه نحن في فكر البشر، لانه يفوق العقل البشري. لا يمكن ان نفحص في حدث الميلاد او سبب قوي، لا يمكن ابدا ان نحن نقول ايه اللي حصل. لا، لانه ليه؟ لانه المسيح هو المولود بحسب ايه؟ بغير الطبيعه، يعني حدث خارج الطبيعه. احنا قلنا الله غير او خطا الكون، كل الكون يخطئ له، وبرضه الطبيعه كلها تخطا للمسيح. ممكن واحد يقول طيب ازاي من اطراف او شخص من بره مرات الكنيسه يقول ازاي ده؟ لكن احنا بنقول المولود من الان قبل كل الدهور وغير مخلوق. المولود غير مخلوق، هو الذي ولد فوق وولد تحت بحسب الطبيعه، لكن ولد من الان من طبيعته ومن نفس شعوره، لكن ولد من العطاء بحسب الطبيعه. دي الفرق بين
ازاي ربنا لا يملي الاحلام نفهم هاي البلاد الا في المدينة. البلاد الاحلامية زي ما بيقول برضو محمد ولادة المسيح، ان كل من يعرف ان يسوع هو المسيح فقد ولد من جديد. لازم نعرف ان يسوع هو المسيح، هو المنتظر منذ الاجيال، منذ قديم الاجيال. عشان كده بيقول فالذي يؤمن بان المسيح هو الله، المسيح يسوع هو المسيح، فقد ولد من الله. والذي يؤمن بالاب بالوالد يؤمن بالمولود ايضا. فاذا الميلاد هو الايمان، والايمان هو الغلب الذي يغلب. من هو الذي يغلب؟ المسيح الذي ولد من فوق هو الذي يغلب. فالذي يؤمن بالاب يؤمن برضه بالاب، والذي يؤمن بالاب يكون عنده الايمان. كل هذه دي اضرار ظهرت في ميلاد الرب يسوع المسيح. طبعا في كثير من الاسرار والاضواء اللي ظهرت في ميلاد المسيح، لان احنا اخترنا اجزاء بسيطه منها عشان نعرف اهميه حدث الميلاد في حياتنا احنا المسيحيين، لان الميلاد هو البدايه والطريق الاول والخطوه الاولى، وبعدين بعدين يجي حياه المسيح على الارض، بعدين يجي الصوم، وبعدين يجي القيامه، بعدين الصعود، وبعدين ارسال الروح القدس من فوق. اذا كلها سلسله مترابطه واحده متصله متلاحمه. لا يمكن نفصل حدث الميلاد عن اي احداث حدثت في الانجيل. فاذا الصاره الوانا عظيما، بيقول كده في المزامير، الوانا عظيما لكل شخص يقبل حدث الميلاد ويعيش حدث الميلاد، مش بس في اليوم ده، يوم الميلاد يعيش الميلاد طول حياته. الله يولد في قلبه ويعطي حياه جديده وولاده جديده في كنيسته، في اسرته، في حياته. وهو كل سنه متقدمين وولاده جديده.